الحمد لله الهادي سواء السبيل والساقي قلوب أهل الإقبال عليه من أحلى سلسبيل، الذي أكرمنا بالقرآن والتنزيل والوحي الذي أوحاه إلى رسوله الجليل، فكان لنا نعم الهادي والدليل، صلى الله وسلم وبارك وكرم على ذلكم المصطفى ذي الخلق العظيم المسمى بالرؤوف الرحيم، وعلى آله أوعية أسراره ومعادنها، وأصحابه أهل حمل الأمانة ومواطنها، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الأعيان، وعلى آلهم وأصحابهم وملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي نعمة تدبر كلام ربنا وتأمل ما ألقى إلينا بلسان حبيبه وصفوته الهادي المعلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انتهينا إلى قصة ذي القرنين، وقد ذكرنا أنه ملك يوناني مكن الله له في الأرض، وكان تلقيبه بذي القرنين لأسباب أو لأحد أسباب يذكرها المفسرون، لأنه بلغ قرني الشمس شرقها وغربها، ولأنه حكم في قرني البلاد، أو لأنه كان نابت له في طرفي رأسه أثر من القرن، أو لأنه ضرب على قرنه الأيمن ومات ثم بعثه الله، فضرب على القرن الأيسر فمات فبعثه الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأقوال، حتى سمي بذي القرنين. وذكرنا ما آتاه الله من الأسباب وقيامه نشطا باذلا معطيا متبعا للأسباب، فبلغ مغرب الشمس وجد عندها القوم، قال الله تبارك وتعالى ثم اتبع سببا، وفي قراءتنا اتبع سببا، واصل قيامه بالأسباب، فإذا انتهى من مهمة وقام بواجب في مكان انتقل للمكان الآخر. وهذا يذكرنا معشر الأمة أننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع العالمين وإلى مشارق الأرض ومغاربها، فينبغي كل ذي قدرة منا أن يوصل آثار هذا النبي وأنواره وتعاليمه إلى أي بقعة من بقاع الأرض، أن لا يقنع ببقعة واحدة ولا ينقطع عند مكان واحد بحسب ما يتيه الله. وقد يسر الله لنا الوسائل التي نتواصل بها اليوم مع أصناف الناس في مختلف بقاع العالم، فلنستفيد من قصة القرنين أن تكون لنا آمال وهموم واسعات بهذا المنهاج النبوي والنور المحمدي، لنوصله إلى مشارق الأرض ومغاربها، فإن نبينا بعث إلى أهل الشرق والغرب. وهذا المعنى الذي حل في قلوب أصحابه حينما فقهوا الرسالة وواجبهم نحوها، فوقف الواقف منهم على البحر يقول لو علمت أن وراءك أحد يبلغ هذا الدين لركبت حتى أوصلهم. فهذا ما كان تحمله القلوب والعقول والوعي عن هذا الدين العظيم الذي هو أمانة الله بين أيديكم، جعلكم الله ممن يحسن أداء الأمانة.
حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ومن المغرب إلى المشرق، حتى انتهى إلى أقاصي ما يتمكن الوصول إليه من المشرق. ويذكر بعضهم نواحي الصين وغيرها، فإلى ما انتهى إليه من أقاصي الشرق. قال تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وجد طائفة وأقواما يعيشون في تلك البقاع ليست لهم جبال تظلل من الشمس، ولا أشجار طويلة تظلل من الشمس، ولا يثبت البناء الطويل في أرضهم. لم نجعل لهم من دونها سترا، ما بينهم وبين الشمس وقاية وساتر كغيرهم من البلدان والأماكن والأقوام المنتشرين في الأرض. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وكذلك الذي يقرب من مطالع الخيرات ومطالع شموس السعادات والشهود والعطايا الوافرات لا يجعل لهم من دونها سترا. فإذا حلوا بالمطلع انقطع عنهم كل قاطع يقطع، فلم يكن بينهم وبين شموس الفضل والوصل حجاب. لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك، ما معنى كذلك؟ كذلك يعني فعل مع القوم في المطلع مثل ما فعل مع القوم في المغرب. قلنا يا ذكرين، إما أن تعذبوا وإما أن تتخذ فيهم أسناك، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فسنقول لهم من يسرى فعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول لهم من أمرنا يسرى. هي يقول الله كذلك في المطلع خيرنا، وقال كذلك يعني على موازين في العدل والقسط، ما تختلف لا عند أهل المغرب ولا عند أهل المشرق، حكم واحد، إكرام المحسنين والإحسان إليهم وكف الظالمين عن ظلمهم وردعهم وزجرهم، فهذا منهج عدل وقسط في أي بقعة. في المغرب قال هكذا، في المشرق قال هكذا، في المطلع عند المغرب الشمس عند مطلع الشمس كذلك. ما في محاباة طائفة دون طائفة، ولا تقديم تغيير شيء من الأحكام من أجل جماعة ولا بقعة ولا مكان، حكم واحد كذلك. قال سبحانه وتعالى: وقد أحطنا بما لديه خبرا. أحطنا بما لديه من قوة، آتينا يا وتمكين مكناه به، أحطنا به بالمعنى أن كل متصرف وكل فاعل ومنطلق في الأرض فهو بمقدار ما أعطاه الجبار أو مكنه محاط به من قبل الجبار علما وقدرة وقهرا وإرادة، وما من دابة إلا هو آخذا بنصيته. من أين يأتي ذو القرنين أو غيره من المسلمين والكفار؟ بأي معنى من معاني القوة والغلبة والتمكن والقدرة من أين يأتون بها إلا من الله؟ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما، فهو محيط بما لديه. ولذا
ينتزع من أهل اليقين الخوف من هؤلاء الناس بأصنافهم من حيث هم ولذواتهم، ولا يبقى إلا خوفه تعالى أن يسلط أو يقطع عن أحد منهم الخير والهدى. قال لنبيه: فلا يحزنك قولهم. الجماعة يأتون بكلام شنيع وسيء لا يليق بمقامك، ويريدون أن يضلوا بكثير من الناس ويغيروا به أفكارهم ويشوهوا به الحقائق. قال الله لحبيبه: فلا يحزنك قول. وإيش الحكمة والسر التي يذهب بها الحزن من هذه التصرفات السيئة الشنيعة؟ قال: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وأنت مرسول منا ومعتمد علينا ونحن مستندك، فلا تحزن، نحن نعلم ما يسرون فلا يحزنك قولهم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وقد قرأنا في الصلاة قوله تعالى: لا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا يظن نفسهم سبقوا، فلتوا وانتصروا حقهم، فين يبوا، أين يريدون، أين يذهبوا، إنهم لا يعجزون، بس لأجل الحكمة ليبلو بعضنا ببعض أوجد على ظهر الأرض مؤمنين وكفار وأخيار وأشرار وصالحين وضالحين وأهل عدل وظالمين يختبرنا. ها؟ ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلهذا قال: أنتم يا من أكرمناكم بالإيمان بنا وأخذ منهاجنا، عدوا لهم ما استطعتم فقط، ولا نخاطبكم فيما لا تستطيع ولا تقولوا، هم أقدر ولهم أكثر ولهم أقوى ولهم أخبر ولهم عندهم إعداد ممتاز. ابعد هذا الخربطة حقك وهذا التخويف الشيطاني، إنما ذلكم الشيطان يخوفه أوليائي. فزعك يقول أوليائي اللي على الأرض منظمين أحسن منك، عندهم قدرة، عندهم إمكانية، معهم مخابرات منتشرة في الأرض كلها، بتفزعنا منهم ولا إيش؟ أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونهم؟ قال: لا، اتركوا ذا الكلام. لا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتهم. بس فما لم نستطع يا ربنا، آمر لكم أن تعدوا ما تستطيعون، يكفيكم ما لا تستطيعون، يكفيكم ما لا تستطيعون، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هكذا يقول: وسيأتينا في قصة ذي القرنين القوم الذين بين السدين، وما قال لهم، وقال طغيانهم وأذاهم ما في مشكلة، بنصلح ما في وسعنا الآن، ونكفوا بإذن الله تعالى. قال: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، إحنا نعلم إيش مكننا فيه وإيش أعطينا وإلى أي مدى وإلى أي مستوى، فراقبناه فوجدناه صادقا معنا مخلصا لوجهنا باذلا وسعه في طلب مرضاتنا، فلذلك أدمنا له التمكين ورفعناه في مراتب القرب مع الصالحين ونشرنا ذكره في الذكر المبين. وقد أحطنا بما لديه خبرا، كذلك أحاط الله بما لدى كل واحد منا من طاقة، وهو يعرف كيف استعملها وفي أين بذلها وكيف قام بها وأين أهملها وأين أضاعها، هو أعطى قوة معينة وقدرات معينة ويراقبك فيها. أحطنا بما لديه خبرا، ينظر ماذا تصنع بها، ماذا تعمل بها، ألم نجعل له عينين
ولسانا وشفتين، ها منين جابها؟ من مصنع من هذا؟ من مخزن من؟ أي دولة، أي جماعة، أي طائفة، أي شركة لتصنع العيون، لتصنع الأسماع والأبصار لخلق الله تعالى، والألسن والشفاه، من أين تأتي؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا نجدين طريق الخير وطريق الشر؟ قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقد أحطنا بما لديه خبرا. إذا كان الأمر هكذا فما آتاك أنت وجعله لديك من قوات وقدرة اتجه فيها ولا تستعملها إلا في طاعته واطلب بها رضوانه ولا تقصر حتى لا تتعرض لعذابه. وما كان عند عدوك ومن يبغضك في الله تبارك وتعالى يعني بغير حق، فأنت من أجل الله قمت بطاعته فأبغضك ذاك وعاداك. ما كان عنده من كل القوى والإمكانيات قد أحاط بها خبرا هذا الذي أمرك وسن لك هذا المنهج، فلا تحفل بها ولا تخف منها ولا تحزن من أجلها وقد أحطنا بما لديه خبرا. قال تعالى والله أعلم بأعدائكم، ها وش إذا أنتم تريدونه وتنصرونه وتقومون معه من إيش تخافوا؟ والله أعلم بأعدائكم، هو يدري أحوالهم وقواتهم وقدراتهم وإمكانياتهم، أحطنا بما لديه خبرا، أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، فاصدقوا معه واخلصوا لوجهه ويكفيكم هؤلاء الأعداء. والله أعلم بأعدائكم، ها أهل الظاهر وأهل الباطن، إبليس وجنده ومن معه من شياطين الإنس والجن وكل من يعادينا ويريد قطعنا عن طريق بارينا من نفس أو هوى أو دنيا، الله أعلم بأعدائكم، فثق به واعتمد عليه. يقول سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أديتم الأمانة، عرضتم البضاعة عرضا حسنا، بينتم بالحكمة وبذلتم ما في وجهكم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لأن حجة أهل الدين والحق في كل زمان أقوى الحجج، أقوى الحجج وأوضحها عقلا ومنطقا عند كل منصف. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا هداهم الله، وإن تولوا فإنما هم في شقاق أو لمشاقين معاندين ما يريدون الحق. وإيش نصلح نحن يا رب؟ ما الشقاق دول بنقوم اسمه نحولها إلى مضرابة نحويهم ونجيب كل ما عندنا على غب. قال لا لا، المنهج الذي أعطيتكم فقط إلزموه فسيكفيكهم الله، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تصل به صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة جل جلاله وتعالى في علاه. قال في الآية الأخرى فيما شرع لنا من القتال على الوجه الذي ارتضاه وقاتلوهم لأي غرض؟ من شان تأخذون أراضيهم، من شان تأخذوا ثرواتهم، من شان تملكون ديارهم، لا لا لا، حتى لا تكون فتنة تخلص الأمة من الفتن، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لهذا في بعض زمن الفتن لو قال بعضهم لبعض الصحابة ما لك تتقاعس وتتأخر وتنحجز عن القيام بالواجب والقتال، قالوا أبدا، قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقد قاتلنا
حتى لا تكون فتنة يكون الدين له، واليوم أنتم تقاتلون لتكون فتنة. يعني أنا عرفت القتال مع محمد، وقوموا تبوا غرضه ومقصوده ومؤداه إبعاد الفتنة حتى لا تكون فتنة، ويكون وأنتم تقاتلون لتقوم الفتنة. روح دور لك واحد تاني تلعب على عقله، أما واحد صاغه محمد ما 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 تضحك عليه بكلامك هذا. روح سمنا ما تريد، ها يعني لو أعلم الخير في هذا ما بتقعس عنه ولا بتأخره. نحن قاتلنا حتى لا تكون فتنة ويكون دلهم، أنتم اليوم تقاتلون لتكون فتنة، فكيف ما على هذا قاتلنا مع محمد ولا على هذا قمنا معه صلى الله عليه وسلم في جهاده؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. لا تفتحوا ملفات حسابات ولا تقولوا انت قلت لنا وقلنا لك ونزلنا وطلعنا وانت يوم كذا، فإن الله ما مخرج. وإن تولوا ما رضوا ولا، فاعلموا أن الله مولاكم. ما تشوفوا الكلام الصريح، إن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير جل جلاله وتعالى في علاه. هبنا من غير حد ولا حصر محصور، كما يليق بجودك في البطون والظهور، نسعد به في الدنيا والبرزخ ويوم البعث والنشور، اربطنا ببدر البدور ربطا لا انحلال له أبدا يا أكرم الأكرمين، اجعلنا به من أسعد الناس ظاهرا وباطنا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.